هذه الرسائل على النضج العقلي والفكري والسلوكي للأطفال؟ يعني أنا أولاً بدي أشكرك على اختيار موضوع خطورته والواقع صراحة، وإحنا ما بنحكي عن موضوع عادي وموضوع بسيط، إحنا نتحدث عن قضية ترتبط في برمجة عقول أبنائنا بالاتجاهات السلبية، وبنحكي عن مجموعة من الدراسات والآثار المترتبة على أدمغة أبنائنا من خلال المحتوى اللي بيتم مشاهدته على فترات طويلة وفترات متعددة، وكمان الأوقات اللي بيكون مشاهدة الأفلام وبعض مسلسلات الكرتون اللي بيكون بتعرضونها لأبنائنا بشكل كتير كبير. إذا إحنا نحكي عن موضوع حساس وفي غاية الخطورة، هذا رقم واحد. رقم اثنين، إحنا ما نحكي اليوم عن محتوى فقط خفي ورسائل خفية، هناك في رسائل ظاهرة، وهناك في نوع من التعدي السيء والكبير على عقول أبنائنا وكمان معتقداتنا وعاداتنا وتقاليدنا وديننا وقيمنا، وهذه قضية لسه هي الأخطر. بالإضافة على أنه للأسف الشديد تظهر السلوكيات الخاطئة عند أبنائنا في مرحلة بكون تبرمج عقله من خلال مئات الرسائل اللي تعرض لها بلا الوعي، باللاوعي وبالواعي، وخصوصا للأسف الشديد في بعض الأحيان بعدم انتباه الأهل من باب أنهم مضغوطين ومشغولين وكذا، ومعقول ومستحيل ومعقول في لهالدرجة. فهي ثلاث نقاط رئيسية اللي هنا نحكي فيها. أولا، أغلب المحتوى الكرتوني هو محتوى لا ليس عربيا، يعني لا يصنع بالطريقة العربية، يعني إحنا ما في عنا صانع للمحتوى العربي. الصناعة العربية في جزئية المحتوى الكرتوني أو محتوى الأفلام الكرتونية التي تقدم أبنائنا هي تكاد تكون ضعيفة وضعيفة جدا. في المقابل إحنا المحتوى الذي نأتي به هو محتوى يأتي من ثقافات وبيئات تختلف تماما عن ثقافاتنا وبيئاتنا، وتختلف حتى كمان عن قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا وديننا. نعم. فأكثر من 90% من المحتوى الكرتوني اللي هو الأفلام أو المسلسلات الكرتونية اللي بتم مشاهدتها أو بتم برمجتها أو ترجمتها أو دبلجتها هي مش محتوانا، وهذه النقطة الأخطر. صحيح. اللي أسوأ من ذلك للأسف أنه أغلب الشركات ما بتعمل الرقابة التربوية، بمعنى أنه ليس هناك مقص رقيب كما يقولون، إنما نأتي بمسلسل كرتوني للأطفال ونعتبر أنه يعني الأوروبا ولا الأجانب ولا الصين ولا اليابان ولا غيره وغيرات من المواقع الكوري، نعتبر انه احنا لا، هذول جماعه مرتبين وكبت حالهم، فاحنا بناخذه وحضاريين يا دكتور، مهم يعني. للاسف للاسف وبناخذه طبعا، غير انه يكون ممول لسه كمان. صحيح. ناخده ومجرد ما ناخده على طول احنا نترجمه. اذا احنا بنحكي عادين عن محتوى يختلف تماما عن قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا. هلا في نقطه اخطر من هذا كله، انه الثقافه الغربيه او الثقافه البعيده عن ديننا وعاداتنا وتقاليدنا تمرر رسائل قد تتوائم مبادئهم في الغرب أو معتقداتهم أو حتى تكون مقصودة. ومن أخطر هذه الرسائل صراحة ثلاث رسائل خطيرة جدا. الرسالة الأولى الدعوة إلى الإباحية بالشكل العلني والواضح، وهذه نقطة خطيرة جدا، وللأسف الشديد إنه من خلال المحتوى المقدم يعني تكون الدعوة واضحة. الأمر الثاني دعوة للشذوذ، وهذا الأخطر، وهذا الأخطر من باب الحرية والتعبير عن الحرية والحرية الجنسية، وخصوصا حرية التعبير عن الهوية الجنسية، وهذا اللي جت فيه طبعا الأمم المتحدة في 1951 وبعدين 1994 وبعدين في 1995 لما إجا في مؤتمر بكين. للأسف الشديد كمان إنه إحنا لما بيتم المحتوى بيقول لك يا عمي هذا مو الأمم المتحدة وقوانين دولية وتعبير عن هوية جنسية، أنتم مالكم يا جماعة، أنتم كثير شادينها. الأخطر وفاء انه في رسائل بتكون في اللاواعي، وهون بتصير القضيه اخطر واخطر. طب يعني بالعربي شو اللي بيصير؟ باختصار، اكثر من 93% من المحتوى الذي يقدم عبر المحتوى الصور المتحركه او الافلام للاطفال 93% احنا بنحكي عاديين هي محتوى خادش للحياه. نعم. 86% هي ايحاءات جنسيه واضحه. صحيح. الأخطر من ذلك 63% الدعوة للشذوذ الجنسي. أنا بحكي عن كلام خطير وخطير جدا، معقول إحنا واصلين لهذه الدرجة؟ يعني إذا بدنا نوصل بدي هيك بس شوي أذكر ببعض أفلام الكرتون، هي مش من لا دعاية ولا إني أنا تحريضي ولكن توعوي صدقا. إذا بنذكر دكتور سيمبسون هذا اللي
كنا نحضره في الزمانات أبو الزكزاك راسه بتعرف اللون الأصفر. فهذه العائلة بعد أيام وبعد سنوات نستنتج طبعا عدا عن الإيحاءات الجنسية اللي كانت للأسف تبث، وهذا كان مسلسل كرتوني عائلي، يعني بمعنى هم بيصوروا إنهم عائلي وعائلة نموذجية ومحبة وما إلى ذلك، ولكن في رسائل مخيفة، يعني إشي بيخوف، إشي بيقشعر البدن. حتى الانتقادات كانت من الأجانب أنفسهم المتابعين، لوحظ أنه بيحرض على موضوع العنصرية، يعني هذا موجود فيه، على الشذوذ الجنسي موجود فيه، على إيحاءات جنسية للأسف موجودة فيها. وإحنا بنحكي عن مسلسل كرتوني، بدناش نبعد كتير ديزني، هذا الهوس عند الأطفال، مين منا ما بحبش عالم ديزني أو ما حضرش رسوم متحركة الخاصة في ديزني. حديثا الرئيسة التنفيذية في هذه الشركة يعني خرجت على أحد وسائل الإعلام الأمريكية وقالت يعني إحنا مطلوب منا نبث نسبة 50% من أفلام الكرتون تتحدث عن مجتمع ما يسمى مجتمع الميم، لأنه أنا عندي كمان طفلان، هي بتقول أولادي تنين هم من هذا المجتمع. فاحتجاج وموجة غضب عند الإعلاميين الأمريكيين بسبب هذه الرسائل التي يحاولون أن يبثوها حول هذا الشذوذ للأسف. يعني إحنا وين من هذا الموضوع؟ هناك لسه في ناس بتراقب، في ناس بتحكي، في ناس تتجرأ إنها تحكي. عندنا اليوم إذا بدنا نيجي نحكي في قضية الشذوذ الجنسي، أعوذ بالله، شو قاعد بتحكي؟ أبصر إيش؟ وبنفكر مع احترامي إنه هذا الإشي مش موجود مع إنه موجود. إحنا مسؤولين حكوميين على كل حال فلسطين بدعو لهذا الإشي. الله يخليك يا وفاء. احنا واصلين لحالة انحدار شديد، يعني احنا اليوم عنا اعلاميين عرب، انا بحكي مسلمين من جلدتنا، عنا اشخاص مؤثرين عبر السوشيال ميديا، بحكي على المستوى العربي، صح. الحمد لله تم برمجتهم على مدار السنوات الطويلة وسحق كل قيمهم وافكارهم من خلال كل اللي تفضلت فيه، المسلسلات والمحتوى الكرتوني وغيره، لحد ما اليوم يتقبل. بقول لك يا اخي انتوا ليش، يعني ليش انتوا هيك بتفكروا؟ يعني اصبحنا احنا رجعيين احنا. نعم، وهذه القضيه خطيره جدا، لانه في النهايه هذا ليست لها علاقه من الحريه بمكان. ولذلك كثير من اعضاء الكونغرس الامريكي كانوا يواجهوا هذه الموجه، انه بالنسبه لهم هي دعوه الى تدمير المجتمع، هي دعوه الى تحطيم قيم مجتمعية. أنا بحكي إحنا عن قيم إنسانية مجتمعية، إحنا بنحكي قاعدين عن الدعوة لعدم وجود يعني جنس الإنسان والبشر في النهاية، لما نحكي تحديدا عن موضوع الجنسية والشذوذ الجنسي، لأنه إحنا نتحدث عن قضية خطيرة. أحد أكبر أطباء الجينات في الولايات المتحدة الأمريكية يقول مهما فعلتم من ضرب هرمونات في أنفسكم، الذكر سيبقى الذكر والأنثى ستبقى أنثى. صحيح. رئيس نقابة أطباء يعني الفرنسيين تحدثوا كل جرأة، كان بيحكي بقول هذه شذوذ واضح، وهذا مرض يحتاج إلى علاج، وليس هناك جنس ثالث، ليس هناك جنس ثالث. طبعا هذه الدعوات، لأنه قاعدين بيشوفوا بيوتهم قاعدة تدمر، قاعدين بيشوفوا أنه فيش أطفال وفيش تكاثر. ونعرف إحنا اليوم الأوروبا الدولة العجوز، يعني نحكي عن يعني تحكي أنت على أوروبا عجوزة بمعنى الكلمة. اليوم ألمانيا وكثير من الدول الغربية تقبل اللاجئين السوريين وغيرها وغيراتها من اللاجئين، وبتدعوهم تعالوا عنا، احنا عنا مشكلة، فيش عنا أولاد وفيش عنا شباب وفيش عنا، احنا ستندثر حضاراتنا، لأنه بالنهاية للأسف قبلوا أنه يعني يتم تدميرهم من خلال قبول هذه الدعوات المدمرة. للأسف الشديد اليوم الأخطر من ذلك أنها القاعدة بتتمرر هاي الأمور في بلادنا العربية من خلال المحتوى الكرتوني، من خلال المسلسلات، من خلال للأسف الشديد بعض المثقفين اللي بيدعوا أنفسهم أنهم مثقفين. أحكي لك وبكل جرأة، من بعض الشخصيات اللي بيعتبروا نفسهم مؤثرين دكتور. طبعا هذا غير الجمعيات الكبيرة الممولة، وفي جمعيات في دولنا العربية وجمعيات في فلسطين وفاء، وفي شخصيات حكومية كمان مقتنعة قناعة مطلقة إنه هذا دعوة للحرية وهذا الانفتاح وهذا، وفي طبعا تمويل للأسف في هناك من الأموال التي تفرض فرضا. انت نحكي عن محتوى، نحكي مرات احنا على ستيكرز، نحكي عن بلايز اطفال، نحكي قاعدين عن تجميدات اوراق. قبل فتره كنت ببحث يعني بشوف الاشياء الموجوده، هناك ستيكرزات وتجاليد للاطفال
بتلاقيها اشياء بسيطه لكنها فيها الاباحيه الواضحه والدعوه. صحيح صحيح. طب دكتور في هنا اكثر من رساله. اول شيء صباح الخير، هذه الرساله لك دكتور، تقول صباح الخير دكتور، والله بنبسط لما بسمعك في البرنامج، والرسوم المتحركه كلها من الاجانب، اكيد مش رح يحكوا عن الدعوه الاسلاميه للاسف الشديد. كمان احدى الامهات ترسل وتقول، ام اسيد من جهله تحدي الصباح هذه، بتقول يا ريت الشغله وقفت على رسوم الاطفال اللي صارت بدون معنى. اليوم مقاطع الريلز وحتى الاطفال بين بعضهم صاروا يتلفظوا في اشياء مش فاهمين شو معناها. وعلى قولة إحدى المشاركات أيضا، الدكتور محمد الجلاد أبو رامي بوجه تحدي الصباح هذا لك دكتور، بيقول من أيام عدنان ولينا في انحراف عبسي كان يحشش عينك عينك، فصباح الخير. يعني أنا مش فاهمة بصراحة كمية الانحدار والانحطاط في طبيعة رسوم الكرتون، مع أنه في كانت رسوم هادفة وفي بالفعل كان لها معاني رائعة، حتى أغاني الرسوم كان لها معنى، معنى اللغوي الجميل، الكلمات الجميلة اللي كانت. هذا احنا بنحكي طبعا عن الثمانينات وما قبل ذلك، يعني ما بعد ذلك انساه كله، هذا ابطال الديجيتال وهي الشغلات، هذا اللي مخولت المخ. بس قديش ومسلسلات العشرات 100% الشيء اللي صار بصراحه يعني بخوف. حتى يعني في رسائل كثير من الامهات ببعثوا انه التيك توك يا وفاء اللي كمان اخطر بكثير لسه من الرسوم، انا اولادي ما بحضر الرسوم بس لما بشوفوا مقاطع ريلز ايش بيخزي. صح، هذا في ظل هذا الفضاء الواسع، تلفزيون، حتى الإعلانات اللي بتيجي من خلال ربما يعني المقاطع المسلسلات اللي بنحضرها أو اللي موجودة، هذه اللي بتكون مبطنة عند الأطفال. قديش الأهل لازم تكون واعي إنك أنت مش حطت له فيلم كرتون معناها ابنك في أمان، ابنك قد يكون ضحية، قد يكون فريسة لهذا الفيلم الكرتوني. عشان هيك بجوز إحنا لازم نحضر هذا الفيلم قبلهم أو نحضره معهم. قديش هذا الإشي مهم دكتور؟ هذا مهم ومهم جدا. يعني احنا مرة ثانية احنا بنحكي عن قضية خطيرة جدا، احنا بنقول قاعدين الناس بيجوا لك طب شو هالدرجة خلص مو كله فيلم متحرك وكذا، لا 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 يا جماعة الخير، هناك رسائل خفية خطيرة بتم تبريرها في العقل الباطني لأبنائنا وبناتنا وحتى للكبار. هذه الرسائل العقلية بتعمل عملية الترويض العقلي ثم الترويض السلوكي ثم التقبل. وإحنا بنفهم خطورة الموضوع لأنه بالنهاية هذه ميديا بتم استخدامها بموسيقى وأصوات وحركات مؤثرات، فبتدخل دخول غير عادي في عمق نفس الطفل فيتقبل قبولا عاديا ثم تثير لديه الأفكار الغريبة والعجيبة. أنا أذكر تذكير بسيط بدي أحكي لك عن الشذوذ لسه، لما كان سبايدر مان وهالقصص هذه والأولاد ينطوا بده ينطوا على البرندات. صح صح. وكم حالة تم تسجيلها بإصابات بكسور وردود دكتور؟ كثير كثير من الحالات. إذا نحن الموضوع مش موضوع عادي. طبعا الأهالي كانوا يزيدوا الطين بلة فروح يجيبوا له نفس الزيت يجيبوا له نفس الشنطة ونفس هذه ميديا تحترق كل أفكارنا، التفكير وهم، حشرة بتلزق. طب وين الأشياء القيمية اللي لازم نزرعها في نفوس أبنائنا والألقاب الإيجابية؟ ليش لازم يكون ابني وطواط ويكون ابني شعشبون؟ يعني ليش هاي هذه فيها أبعاد. طب خلينا نكون صريحين دكتور، يعني أنا بالنسبة إلي مثلا وين ما بلف وبدور بلاقي اليونيكورن، بلاقي الكرتون، الأشياء، المجسمات، الألعاب، الشنط، المقالم، بضطر أخضع في بعض الأحيان أنا شخصيا أتحدث لأني أشتري هذه الأشكال الرسوم اللي موجودة كمجسمات أو لعب أو حتى قرطاسية لطفلتي. قديش أنا يعني بحاول انعطاق، لكن في بعض الأمور بحس أنه أنا بخضع للأمر الواقع في بعض المراحل وبعض المواقف. يعني كيف الطريق الصحيح عشان أنا أنعتق وأتحرر من هذه الأمور في ظل واقع مليء بصراحة؟ إذا طلعت من البيت بتخلصش من الشارع، إذا بتخلص من الشارع بتخلصش من أطفال آخرين. يعني في أول يوم من أيام دوام المدارس بنتي جاب بتقول لي بدي هاجي واجي، بطلع عليها على هذا لعبة بتخوف والله بتصروع، فأنا اضطريت أجيبها بصراحة، أنا اضطريت أجيبها لأنه طفلات تانيات جايبينها في المدرسة، فبحاول أفهم منها بقولها إنه طب شو هاي لعبة، طب شو الفايدة منها؟ إنه طبعا أنت بتحكي عن عمر 5 سنين، صاحبتي جابتها، بمعنى أحيانا أنت قديش بتحاول بس بتشعر في بعض الأحيان إنك محاصر.
أنا بدي أذكر بشغلة وبجاوبك. إذا بتذكر الناس يعني قبل سنوات كانت في لعبة اسمها فلونا أو لونا اللي كانت تيجي عن طريق الدعاية ولبسوها بفترة فترات زي عباية. حوربت فلونا حوربت بشكل غريب على سنحاول العودة مرة أخرى مع الدكتور محمد بشارات، ربما تواجده في منطقة لا يتوفر فيها اللقط، لكن بعض الأهالي بجوز بيسألوا نفس السؤال اللي أنا بسأله. طب إذا أنا بدي أسيطر على الوضع في بيتي، بدي أسيطر على شاشتي، بدي أسيطر على شغلات موجودة في هذا المملكة المنزلية، بس كيف بدي أسيطر على المحيط الخاص بأولادي، سواء في المدرسة سواء في الشارع سواء في أماكن أخرى؟ شو هي هاي اللعبة اللي بيسألوني عنها؟ والله للأمانة يعني أنا ما كنتش حابة أحكي عنها، بس لعبة بتخوف، بس إنها بتصروع مش أكثر من هيك. طب عودة إلى الدكتور محمد بشارات، كنا نتحدث كيف نستطيع الانعتاق والتحرر والابتعاد عن محاصرة كل هذه الرسائل الخطيرة على مجتمعنا وعلى أبنائنا. أنا كنت بحكي عن لعبة اللونة أو فلونة إذا بذكروها، يعني صائم العباية والإشارب. أيوة. صحيح. منعت أنا بحكي كلمة منعت عشان أكون دقيق، منعت في البث التلفزيوني لأنه كانت تدعو إلى عملية الاحتشام. القضية وفاء خطيرة جدا. هلأ السؤال والجواب رح يكون جواب صعب، مش سهل الجواب صراحة، عشان أقول لك شو التحديات. أنا نفس الفكرة، ما عندي أولاد وعندي بناتي وأولادي، وقديش الموضوع أنا عندي بس تغنيش عنها بحياتي، هي قاعدة عمرية. أرخصوه بالترك. بتعرف لو عندنا وعي مجتمعي، التجار ما بيجيبوا هاي الخرابيش. يعني وعندنا وعي مجتمعي وتكدست هاي الخرابيش المدمرة في مخازنهم وأتلفت، ما بيسترجيش التاجر يروح يجيبها ويبيعها، ببطل يدور عليها. هذه القضية، هي قضية ثقافة مجتمع وفاء. لذلك أنا بقول لا، ما بجيبها حتى لو كان الطفل يعاند. أنا كنت حكيت لك وبرد بعيد، احنا لما نيجي نحكي عن الاجهزه الذكيه والتليفونات، انا باجي بقول لك انا عندي اولاد اليوم 14 سنه التوم، عندي بنتي اليوم في الجامعه، بنتي لم تستلم جوالها الا في السنه الاولى من الجامعه باختصار يعني. فما حدا يحكي لي على موضوع انه الجيل والاولاد معناته انت غير مؤهل ان تكون تربويا او ابا. الاب في بعض الاحيان بده يكون حازم، بده يكون صارم، بده يكون عنده وقاف امام حقوق ابنائه، لانه ابني غير مدرك. مش ابني بحب يقلد، واصلا الغرب يعلم انه احنا اداه تسوق، يعني بفهم انه الميديا بتاثر فينا وبفهم انه احنا نرضخ عند اطفالنا. لانه المشكله تماما انه وقف عند ابنك لما بدي انت بابا وحلو وحبيبي وليش وكذا، وبصير انه ويزق عن يدين ولادنا. فاحنا استسلامنا امام رغبات ابنائنا من باب نبرر لحالنا انه شو نعمل، هي موجود، طب شو نعمل؟ أنا بقول لك شو نعمل. كثير من الأمهات كانت تقول لي طب شو نعمل بالجوالات، كنت أعطيها 40 بديل، اليوم في 100 بديل. يعني ما حدا يقول لي والله طب ما هو صعب. يا لا مش صعب يا جماعة، ليس صعبا. إذا إحنا بدنا نكون محافظ على ثقافتنا وموروثنا وقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا، بدنا نكون جد واعيين، بدنا نوقف قدام هذا الطوفان الجارف الكبير جدا. لأن أنا بحمي أولادي، ما راح أقبل إنه يعني يبرر هذه الألعاب أو هذه الميديا أو هذه الأفلام أو هذه المسلسلات أو هذا المحتوى يمرر في عقول ابني من دون ما أنا أوقفه أو أصده أو أمنعه أو أتحدث عنه أو أبلغ أو أتعلم قبل ما أقبل أو أكونش أداة يعني برمجه. كمان المشكلة إنه قد يتبرمج الآباء على مدار سنوات. أنت لما حكيت عن المسلسلات القديمة عبدنا لينا كله دمار، كله ده توم وجيري أشطب وأشطب لسه. أنا لو بدي أحكي لك على كل مسلسل شو بتحكي، الدراسات البرة مش اللي عندنا، إحنا فيش عندنا دراسات، إحنا ناس ما بنعمل دراسات للأسف الشديد. اسمع الكلام عجب عجاب لو ترى عيناك. بالقصة هون تحتاج إلى حالة الوعي. إذا رقم واحد بيكون عندي وعي، رقم اثنين بيكون عندي يعني أرخصوه بالترك، أتركه يعني ما تشتري ابنك. طب شو جيب له بديل ثالث؟ طب شو أجي بديل؟ اليوم في تكنولوجيا متطورة، أنا شو كنت أعمل مع أولادي وفاء؟ يعني اليوم في تطور، أنا ممكن أطبع لابني الرسوم الجميلة، أطبع له الأشياء الفلسطينية التراثية القيمية وأزرعها في ذهنه على فكرة، وأزرع ومقطع صورته. ليش سبايدر مان وليش الوطواط وليش الكلب العيد؟ شوفي أنا بحط صورة ابني، بحط صورة ابني وأنا ماسكه، بحط صورته هو نفسه، برفع من قيمته هو. أنا شو بدي بهذه الأشياء وهذه الصورة، هذا الهبل بحطه برسمه. اليوم في برامج بتعمل صورة ابنك كصورة،
مرسومه بحطها وبعملها عشانك بطبع له اياها عشانك، بقدر اجيب بدائل. اليوم التكنولوجيا متطوره والحداثه اللي عندنا مش زي قبل 30 سنه نقول طب شو نجيبه هذا الموجود هذا اللي بيجيبه التجار. صحيح. اليوم احنا قادرين على ايجاد البدائل المختلفه، وهذه نقطه كثير مهمه علشان نعطيها لابناء. الاهم من كل ذلك الحوار والنقاش والقرب من الاطفال، مش يمر الامور مرورا من دون ما احكي، حتى لو مر مشهد او فقره او ملاحظه او فيلم لازم يقولني ايش مرور تعليقي، لازم اعمل كومنت اون، ما يمر الامور هيك عادي وخلاص يتبرمج، لا بعمل ستوب وبطلع انتبهت بابا على هاي الالوان اللي حاطيها الوان الشذوذ، انتبهت بابا على هاي الحركه هذا حركه خالد الدين نوشيرين، انتبهت هذه حركه وقحه مرفوضه، انتبهت على اللفظه اللي بيحكوها هذه الفاظ. والله انا اللي شايفته يا دكتور انه احيانا احنا اللي بنوقع في شباك وشرك هذه الرسوم اكثر من اطفالنا للاسف. حجم مهول وفاء، حجم ضخم مهول. احكي لك بس معلومتين سريعه اذا تسمحي لي. احنا لما يجي نحكي عن الشذوذ الجنسي اليوم نتحدث احنا عن شركات ضخمه عالميه تتبنى الشذوذ، تتبنى الشذوذ مش تدعم الشذوذ. انت هلا على الفيسبوك لو كتبتي عن الشذوذ وحاولت تحكي عنه بتم اغلاق حسابك فيسبوك. لو على جوجل حكيت عن موضوع بتم اغلاق الايميل تبعي. اليوم شركات عالميه، جوجل، فيسبوك، فليب، شركات ضخمه، نايك، اديداس، شركات عالميه ضخمه تتقبل الشذوذ تقبل مطلق بالنسبه لهم. لما بيكون رئيس امريكا نفسه بجيب وزير الماليه تبعه وجايب زوجه معاه الله لا يعطيها حتى هو رجوز هبل مركب على سخافه مركبه. واجمل ما عجبني في الموضوع صحفي بس ما بثوا على الاعلام العربي، صحفي امريكي سال لبايدن انه تسمح لي اتجوزك، سكت بايدن وانخرس طبعا. لانه بالنهايه كان في هناك كمان انه هو بيضرب الموضوع اللي نحكي عنه مش بس بيضرب الاسلام على فكره، حتى بيضرب الدين المسيحي، حتى بيضرب الاديان يعني. صحيح. ومش محرم بس عندنا كمسلمين، لا في 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 مختلف الاديان بصراحه. لذلك الموضوع مش سهل، الموضوع هو القضاء على الجنس البشري. وعلى فكره في شيء بسموه في الظاهر بسموه المليار الذهبي، المليار الذهبي يعني جزء منها هذا العولمة العالمية والقضاء على الجنس البشري وإيجاد جنس واحد وفريد. القضية خطيرة، موضوع مؤامرة. والمشكلة كمان يعني ليس فقط الترويج لهذه الأمور دكتور محمد بصراحة، بل على أن تصبح تقنين، أن تقنن بقوانين، بمعنى هذه تصبح حرية يعني وانت مالك. لأنه عندنا وزراء أصلا عادين بمرروا قوانين راح تدمر أولادهم، ومقتنعين الشباب عادي إنه في النهاية أولاده صاروا كبار ومهسيسين زي وجهه، فمش فارقة معاه يعني. صحيح. في النهاية مو برمجة، تم برمجتهم البرمجة المطلقة، هاي الخطير في الموضوع. لما أنت بتناقشه هو بتقبل الفكرة وش بتحكي أنت معه، بقولك شو هذا حرية وإحنا انفتاح وعالم وخلي أولادنا وكل شو خلي أولادنا شو خلي أولادنا. أنا أولادنا اليوم لازم يكون بوصلته القدس، بوصلته الأقصى، بوصلته بناء الوطن وتحريره، هذه بوصلة اللي عندنا احنا، بوصلته السلم الاجتماعي والأهل، بوصلته القيم والأخلاق، مش بوصلته طوش ومشاكل واعتداءات وحوادث نسمعها من هنا وهنا. صحيح. والمخفي أعظم والله يا وفاء، والمخفي أعظم يعني... لأنه يضم ضد قيمنا احنا، مش أمر سهل بصير. صح. للأسف احنا لسنا بأمان ولسنا بخير، لنقولها بشكل واضح، مش من باب التفاؤل، من باب التشاؤم، ولا حتى السوداوية، على العكس تماما. صحيح. يجب أن نصوب الأوضاع والأمور، يجب أن نكون أكثر حذرا. يعني في الرسائل الآن، الله يجزيك الخير دكتور محمد، فعلا يا ريت دائما تعملوا مع اللقاءات لأنه كلامه جدا مفيد، الله يجزيه الخير، وتكون مواضيع أيضا للكبار، لأنه الكبار كمان بدهم توعية أكثر من الصغار. صحيح مؤسيد، وإحنا اللي بنقوله أنه أحيانا إحنا كمان بنوقع في للأسف في هذه المصائد التي تعد بمنهجية وباستراتيجية وبأيديولوجية وبمختلف السياسات التي بصراحة دول كبيرة وعظمى تتبعها من أجل أن تهدم المجتمعات العربية الإسلامية على وجه التحديد. إجمالا نأمل أن يكون الأهالي استفادوا دائما وأبدا كما العادة من نصائحك وتعليماتك، وبالتأكيد من الملاحظات الهامة التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد بشارات، خبير التنمية البشرية، شكرا جزيل الشكر، والله يجزيك الخير على هذه الكلمات الطيبة وعلى هذه